صغيرة اختي الحبيبة يا أوروبا، جيت لهنا لهاد ستاربكس ولا ستيربكس ولا خريبكس ديال هاد تركيا، قلت لهم ديروا لي واحد القهوة في شكل، داروا لي واحدة أخرى في شكل. وانا اشنو دمي ما كنتش شنو اسبيكي انجليش، دز منين اسبيكي انجليش اويلي انا توغيس نهضر باش ما بغيت، اويلي كون جينا نعولوا غير على الانجليش وي يسافروا غير النقالزه هما اللي يجيو. اختي حنا تنجيو من المغرب، تنجيو من الاسبان، تنجيو من قرضهان من زبدهان. اختي تعصبت، شوفي على القهوه داروا لي كل شكلاط، واش انا تنحافظ على جمالي وعلى لاطي انا غنشرب هذه القهوه كل شكلاط وكريم؟ اختي تعصبت جو سوي ديزولي، ولكن انا طلع لي الدم، ما بقاش نجي لتركيا اختي بالناقص كاع. فتخوني في المطار قالوا لي سيري خدي فاليزه خلصي باجاج اكسترا ديري فعلي. اختي سمحوا لي، ايوا اختي هادشي ما يمكنش. اي عاشت ملي حطيت رجليا في المطار مع الخرجه ديال الطاكسي جي عندي الاخر يقول لي اري نهز ليك. قلت له واش غتهز ليا غراتويت ولا غتهز ليا فلوس؟ قال لي غنهز لك بالموني. قلت له سير اخويا قلب عليا وجهك لي حالاتي. دخلت شويه جا مشيت اختي نحط باكاجي، قالت لي نو جيبي فاليزه اخرى. قلت لاختي ها الفاليزه كتهز 100 كيلو صافي قردي وديريه في الصاك ديري عين شفت عين قلب ما وجع. قالت لك نو سير اختي ليا وخدي فاليزه. ايوا اختي بقاو فيا ما يعني شراهم ليا البارح الميسي باش نحطهم في رمضان نفقس الاعداء في ستوري وفي اليوتيوب. ايوا اختي مشيت على سعدي وعدي خديت باليزه، اختي باليزه خديتها صغيره فتخوني مع شحال تخلصوني. المهم انا دخلت البنك، دخلت الكونت بونكيغ ديالي لقيت ناقصاني واحد الحصيصه ما عرفتش اختي. عاوتاني وصلت لتما قالت لي ايوا خصك تخلصي باكاج اكسترا. قلت لها انا كنقول لها غا هاكي اختي غا هاكي غا هاكي غا هاكي. اختي سمحوا لي جو سوي ديزولي ولكن اختي الاتراك راسي. شوفوا نقول لكم واحد جوج ديال الكلمات، انا كنجي لهاد تركيا على قبل نوفل. انا نقول لكم من الاخر كنجي على قبل نوفل حيت عزيز عليا وباغي يتزوج بيا ولقاني انا غير نيه واللي جاي يديرها بيا. لا ما نكذبش عليكم ميس اموريس والله كنت خيروني انا فاكونس فين نمشي كون مشيت لشي دوله اخرى. شوفوا لبنان مثلا زوينه واخا صراحه فيها شويه ديال الكريسيس وهذا، مي زوينه ناسها طيبين ناسها حلوين. اختي الاتراك ماشي بحال هكا. وانا تنجي لتركيا على قبل صوفيا وراكم عارفيني انا ما نقدرش نبدل صوفيا في التجميل، انا صراحه التجميل ديالها رائع. فاش كنبغي ندير شي حاجه ولا كنبغي غير شي حاجه كنتشاور مع الاطباء ديالها لان عندها الاطباء بروفيسيونيل شي حاجه واعره. واختي اش غندير الله غالب يا الطالب. دابا ها انا دابا تنجي لتركيا على قبل صوفيا، والله انا مكون ما كنت صوفيا هنايا والله لا كاع من حاشا اليوم. جنيدن انا اسبانيه على قهوه داروا لي. دابا انا غنشرب هذه القهوه هذه لا ميمكنش، علاش انا سميتي لانجري باش نشرب هذه القهوه هذه؟ لانجري سداري بوكريشا ما يمكنش اخوتي. واش انا غنشرب هذه القهوه راه غنغلط؟ راه هنايا بعدا كاينه 1 مليون ديال السكريات خرج انا على ذاتي. اختي شنقول لكم خليت لهم مولانا مع شحال تخلصوا لي في هذه القهوه خليت ربي يحاسبهم. صافي انا اصلا الحاجة واحدة اللي كتبقى فيا صحتي بنتي عائلتي، اما الفلوس يمشيو فلوس ويجيو فلوس. ما عرفت كيفاش نوصف لكم احساسي وانا غادا لداري نشوف بنتي توحشتها بزاف وفي نفس الوقت نقاد حجبانين حيت شلا اللي وليت دايره بحال موسيو. لحقاش صراحه لان فاش كنت في تركيا سافرنا كنا كنخرجوا كنضحكوا نسيت راسي نسيت مناطقي الحساسه. انا بغيت نقول مناطقي الانثويه والله كنت ما كنت باغا ندوز وقتي كله مع صحابي واصدقائي والله ما لقيتش الوقت لراسي. علاش كنقول لكم اميس اموريس وميس عليس؟ المهم انا فاش كنعطي الوقت لاصدقائي الاوفياء ما كنبقاش فيا الحال. الحق كيبقى فيك الحال فاش كتعطي وقتك لراجل وكتهملي راسك بحال دابا انا. شوف وحجباني شوف الشلاغه هامله راسي خصني شي سوان دو فيزاج دفار والو وفي الاخر تيسمح فيك صافي تبقى فيك الحال. اما صحابك الصراحه الاصدقاء الاوفياء دائما تبقاو بجنبك فما يبقاش فيا الحال. انتم هاد البلاصه اللي هنا خاويه وهاد البلاصه قالت فيها هاد البوكوس ما عرفتش عنده فلوس ولا ما عندوش بغيت ندور به. اسمح لي معك عندك فلوس خويا؟ تهضر في التليفون. لا جو ديزولي انا ما نقدرش نضرب واحد مكتئب. انا الانسان اللي ما عندوش اخلاق في حياته انا واش بغيتوني نكون انا مخلقه؟ لو تخيل معايا انا نتزوج ولا نصاحب مع واحد ما عنده لا اخلاق ما عنده لا قلب حنين ماشي ظريف اش غنستافد منه انا؟ انا باغا نستافد منك اخلاق يا اخي. اي جنيد انا اسبانيه شوف فيا خويا اخ اه ما عنديش مشترك اصلا.
ارابيك عرضي وي علاش بعقلنا نورمال الدنيا ناتوريل نو وي تشوهت سمح لي يا عرضي وين اختي وش فيها عيب.